ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا على خير وتكونوا على احسن حال وانتم كتشاهدوا لا فيديو. بالنسبه لوصفتنا اليوم غادي نحضروا صفه اكسبريس بريستيج بجوج ديال الحشوات اللي كيعطيوها لذة ومذاق. بالنسبه لهاد الوصفه توجدوها الضيوف اللي كيجيونا على غفله، بحكم انها كتحضر في واحد الوقت اللي هو وجيز بطريقه سهله ومبسطه. اكيد غادي يسولكم الضيوف ديالكم عليها، مذاق لا يقاوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم، والا عجبتكم ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. والا كنتو اول مره غادي تزوروا القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا ديما بالجديد ديال القناه. الله غادي ندوزو باش نشوفو المكونات اللي غادي نحتاجو للصفة ديالنا. اول حاجة غادي نبدا بها هي لاصوص. هنا غادي نحتاج نصف دجاجة وربعة ديال البصلات مشلضين. بالنسبة للدجاج كيبقى على حسب عدد الاشخاص. هنا غادي نحتاج ثلاثة الفصوصة ديال التومة، وغادي نحتاج مكعب ديال الزعفران شعرة وديال السمن. الا توجد عندكم السمن ديرو نصف ملعقة. هنا عندي نصف ملعقة ديال العطرية ديال الدجاج، وعندي نصف ملعقة كذلك ديال الإبزار، وعندي سكنجبير والخرقوم، وعندي هنايا معلقة ديال الحامض مصير. كما معروف أن الحامض هاد كيعطيه مذاق زوين. هاد المكونات البنات راه كيعطيهم مذاق زوين للدجاج، وخصوصا الا زدتو لهم هاد المكونات بجوج اللي غادي نوريكم، قعقلة وبسيبيسة. انا ديما كيكونوا عندي طريين حتى كنبغي نطيب الدجاج وكنطحنهم، بصراحة كيعطيو واحد المذاق اللي هو خطير. كنتمنى انكم تجربوهم. وغادي نزيد واحد العويد ديال القرفة وربطها ما بين القزبر والمعدنوس، وشوية ديال الزيت ما بين زيت المائدة وزيت العود. ما تكتروش البنات الزيت باش ما تجيكمش السفة ديالكم ميدمة، بحيث ديجا غادي نفوروها بالزيت والزبدة. هنا كما شفتوا معايا غادي نزيد المكونات ديالي على البصلة والدجاج. كما شفتوا المكونات كاملة على هذا الشكل هذا. وغادي بالنسبة للقعقلة البنات وبسيبيسة غادي نطحنهم. هنا غادي ناخد الفصوصة ديال التومة ديالي على هذا الشكل هذا. إلا كان عندكم حتى التومة بودغ تقدروا البنات تعوضوها بالتومة بودغ، حتى هي كتعطي مذاق. بالنسبة للقعقلة وبسيبيسة كما قلت لكم البنات ضروري حتى تبغيو طيبوا عاد ديروهم، راهم كيعطيو واحد المذاق اللي زوين للدجاج. هنا من بعد ما قليت الدجاج ديالي مزيان باش تدخل لي فيه لاصوص، غادي نزيد عليه الماء ساخن باش كيبقى فيه داك المذاق ديالو. يعني كاع الطياب ديالكم معمركم ما ديروا فيه الماء بارد، ديروا فيه الماء سخون. هنا من بعد ما تقلات لي الماء ديالي يعني ما بقاش فيها الماء، حيت لها دوك العظومات ديالها وخليتها على هذا الشكل هذا كما شفتوا معايا. غادي نخليو لاصوص جانبا وغادي ندوزو باش نحضروا السفه. اول حاجه كناخذوا البرمه ديالنا كنديروا فيها الماء وكنملحوها البنات، كيعطيها مذاق زوين للسفه. بالنسبه لا مارك ديال السفه اختاروا السفه ديال القمح. يعني فاش تمشيو تشريو السفه قولوا له عطينا السفه ديال القمح، ما تجيبوش اي نوع من انواع السفه، راهم كيتعجنوا وكتكون ديال القمح ما تعجنش معكم واخا تكونوا اول مره غادي تجربوها. هنا كنبسبسها بشويه ديال الزيت كما شفتوا معايا، وكنرد الماء ديالي يسخن. يعني فاش الماء كيبدا يطلق لي البخار عاد غادي ندير البنات السفه. ضروري من هذه المرحله هذه، يعني ضروري الماء يطيب ونديروا السفه ديالنا ونخليوها على الاقل على الاقل واحد الربع ساعه والفار كيطلعوا فيها. اول حاجه غادي نديرها للسفه ديالي، يعني هاد المراحل اللي غادي نعطيكم البنات تبعوهم بحر باش السفه ديالكم راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت باش تفور. هنا كما شفتوا معايا انا درتها هنا في هاد الكسكاس وغادي نردها تفور وغادي ندير لها الغطاء. بالنسبه للتزيين والحشوه الثانيه غادي نحتاج هنا قرعه معسله. دابا نخليها لكم راها عندي في القناه الطريقه ديالها سهله البنات، كتعطي مذاق زوين للسفه. غنحتاج هنا كاوكاو ايفيلي، غنحتاج المشماش، غادي نحتاج القرقاع، وغادي نحتاج الزبيب واللوز. بالنسبه للتزيين البنات كيبقى على حساب اللي موجود عندكم في الدار. المهم عندنا البنات هو اننا نتنجح معنا السفه ونزينوها بداك الشيء اللي عندنا في الدار. يعني ما تكلفوش راسكم، اي حاجه عندكم وجدوها.
يعني زينوا بها بالقرفه بالسكر باللوز، يعني اي حاجه تقدروا توجدوا بها. بالنسبه للفواكه الجافه ديالي غادي نعسلها بهذه الطريقه. هنا كناخذ هنا نصف كاس ديال العنبه ديال السكر، وغادي ندير معاهم شويه ديال القرفه، ونسيت البنات ما درت شويه ديال السكنجبير. وغادي ندير المكونات ديالي هنا، غادي ندير هنا البنات عندي الزبيب، وعندي هنا المشماش. يعني حتى البرقوق كيتعسل بنفس الطريقه انا باش كنعسلو. تقدروا تعوضوا الا ما بغيتوش ديروا السكر، تقدروا تعوضوه بالعسل الحره ولا العسل الاخرى، حتى هي كتعطي مذاق، وتقدروا تزيدوا عليها حتى معلقه ديال الجليكوز. كما شفتوا معايا هنايا انا رديتهم فوق البوطه ودست كنقي البنات اللوز. بالنسبه للوز البنات خويو عليه غير الماء وحيدوه باش يبقى لكم قاصح. الا خليتوه في الماء بزاف راه غادي يجيكم من الوسط ما كيجيش مقرمش، كيبقى خضر من الوسط، يعني كيفزق بزاف. غير خويو عليه الماء طايب وصفيوه وقشروه. بالنسبه للزيت اللي غادي تقليو فيها اللوز ديالكم خاصها تكون زيت بارده، ما ديروش زيت سخونه، ديروها على البوطه وخليوها طيب بشويه بشويه. هنا راني وريتكم راهم بداو كيتعسلوا لي الفواكه الناشفه ديالي. هنا بالنسبه للصفه ها هي طلعت فيها التصويره، خليتها هنايا تقريبا البنات 10 ديال الدقائق، ها نتوما راها فارت مزيان من بعد ما غطيتها، يعني ما كتاخذش واحد المجهود. ها الطريقه جد مهمه باش تنجح معكم الصفه. هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الماء، يعني الماء كيبقى على حساب السفه اللي عندكم، يعني ما تعمروهاش بالماء بزاف باش ما تعجنش لكم السفه. هنا كنحرك، هدرت عليها تقريبا كما شفتوا معايا جوج كيسان حتى جوج كيسان ونص ديال الماء. هنا عندي 800 غرام ديال السفه، هنا كنحركها بهذا الشكل هذا. من بين الاسرار البنات اللي كتخليها ما تعجنش، ما تخليوهاش في الماء مده كبيره، فقط انكم دخلوا فيها الماء بهذا الشكل هذا، وخذوا الكسكاس ديريكتومون يعني على الفور، خذوا الكسكاس وديروا فيه السفه ديالكم وخليوها تسقطر واحد المده اللي هي وجيزه كما غادي تشوفوا معايا. انا درتها في هذا الاناء هذا، حطيت عليه الكسكاس وحطيت عليه السفه ديالي من بعد ما صفيتها من داك الزائد ديال الماء هو، وغادي نرجعها تصور. هذا هو الشكل ديالها البنات، ها نتوما هي قريبه. هنا من بعد البنات ما رديتها وفورتها للمره الثانيه، هنا ها نتوما هو الشكل ديالها، ما تخافوش منها. انا كنوريها لكم هنا عمدا باش كاين بزاف ديال الناس كيخافوا منها فاش كيشوفوا هكا. هنا هذه المره هذه عفوا المره الاولى غادي ندهنها بشويه الزيت من بعد ما فورتها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للبنات الماء ما نكثرولهاش الماء، هنايا غنفكها غير واحد شويه، وغادي تقريبا كاس ديال الماء بهذا الشكل هذا. غادي نبدا نفكها بشويه بشويه، وغادي نعاود نديرها تصور هذه المره هذه، وغادي نغطيها بسميتو بالغطايه. بالنسبه للوز ديالي ها هو البنات تحمر، بالنسبه للغطايه ها نتوما يعني كتخليها تصور في اقل مده كما شفتوا معايا. ها هي دابا ها هي تفورات كما شفتوا معايا، راها كتجي محلوله حبه على اختها، ما كتعجن ما حتى شي حاجه، ما تخافوش منها. هنا غادي نزيد عليها زبده نوع جيد باش تعطيها مذاق زوين. بالنسبه للسفه البنات كما شفتوا معايا راها ساهله بزاف، ما تخافوش منها. المره الاولى كنفورها بشويه ديال الزيت، كنجيبوها كنفسخوها بشويه ديال الماء، كنردوها تفور، كان فاش كتصور كنجيبوها عاوتاني المره الثانيه، كنرشوها بشويه الزيت وشويه ديال الماء ما نكثرولهاش. والمره الثالثه كنديروا لها الزبده والزبيب فقط، يعني ثلاثه ديال المرات فقط، ما كاين لا سبعه لا ثمانيه، ثلاثه ديال التفويرات البنات كيجي المذاق ديالها خطير وكتجي طايبه. فقط انكم ديروا لها الغطاء فاش تكونوا كتفوروها. ها هي كما شفتوا السفه ديالي راها ما معجنه ما حتى شي حاجه. كما قلت لكم النوع ديال السفه اختاروا القمح. هنايا البنات بالنسبه للحشوه الثانيه كما شفتوا معايا غادي ندير القرعه ديالي، وغادي نزيد عليها شويه القرقاع واللوز من بعد ما هرمشته، وشويه نتاع الزبيب. غادي نحركهم بهذه الطريقه هذه كما شفتوا معايا. غادي ناخذ واحد ورق الزبده وغادي نسرح عليه داك الحشوه اللي درنا بالقرعه والزبيب والقرقاع وشويه نتاع اللوز. هنا غادي ناخذ صحن التقديم، وغادي ناخذ واحد المول يعني اللي توجد عندكم، يا دائري يا مربع، انا كان عندي دائري. كناخذ الصفه ديالي، ها نتوما البنات راه دغيا وجدات، ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت. كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره. هنا كنستف الصفه، من بعد كناخذ داك الدجاج اللي حيدت له عفوا حيدت له العظام،
وكنصفو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، كيجي زوين بزاف. المهم غادي نثبت الجوانب ديالي بحال باش تجيني الصفه ديالي مقاده من الجوانب، يعني كناخذ المول وكنبدا نحركها نبرك عليها عفوا بهذا الشكل هذا كما شفتوا معايا. هنا غادي ناخذ اللوز ديالي من بعد ما طحنتو بهذا الشكل هذا، كيجي الصراحه البنات نسيت ما قلت لكمش، انا درت فيه شويه ديال الملحه كتعطيها مذاق اللي هو زوين بزاف اللوز. يعني الا جربتوا هذه الطريقه راني ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو، ما عرفت واش ما شفتوش بالنسبه للناس اللي ما شافوهش. هنا المره الثانيه كنزيد السفه، طبقه ديال السفه، يعني درت طبقه ديال السفه الاول ودرت من فوق منها الدجاج، وليت عاود درت طبقه اخرى ديال السفه. دابا غادي نزيدوا عليها ديك الطبقه اللي درنا ديال القرعه الحمراء واللوز وسميتو والزبيب كما شفتوا معايا وشويه ديال القرقع، يعني اللي موجود عندكم تقدروا تستغناو عليها البنات، غير هادي اللي ذاقها اللي ذاقها كتعجبو كتعطيها واحد المذاق اللي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للتزيين كما شفتوا معايا غادي ندير التزيين بكاوكاو ايفيلي بهذا الشكل هذا، الا كان عندكم كاوكاو ديروه، كان عندكم اللوز ديروه، يعني اللي كان عندكم. انا هنايا درت هنا شويه ديال قوقاو بالفواكه المعسله كونكاسي وزوق شويه ديال الورد، وهنايا خلاص شويه ديال المشماش مع القرقع. المهم هذا هو الشكل ديالها بالنسبه للتزيين، كيجي الشكل ديالها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمذاق ما نقولكمش البنات، المذاق ديالها صراحه كيجي زوين بزاف، والطريقه فاش كنحضروها ماشي طريقه صعيبه، كتوجد معنا في واحد الوقت اللي هو وجيز وما كتاخدش منا وقت اللي هو كتير. بالنسبه للبنات الفيديو ما بغيتش نطولو عليكم باش تقدروا تشوفوه، الا خليته ما درتلوش تسريع غادي يجيكم فيديو اللي هو طويل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ودابا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم ان شاء الله الى الفيديو القادم بحول الله.